تشرب قهوة؟ ايه بنشرب. جلال؟ شبان؟ تصالحت انا ومنى ويمكن يمكن شو؟ لك ما بعرف، يمكن منى بتغار منك. بتغار مني الي؟ اي لا كثير هيك مو كثير. جلال انت بتعرف انه منى عندها مشكلة، يعني هذا الحيوان اللي كانت تحبه خربط لها حياتها وشربكها. البنت فقدت ثقتها بالناس. وانت بدك ترجع لها اياه؟ انه ايه شوي شوي، يعني هلا انت قيم اللي صار امبارح على جنب، بس منى هلا احسن بكثير من اول علاقتنا. معك حق، هلا بكثير احسن. ايه احسن، يعني بجوز انت ما تحس بالشيء اللي انا عم حسه، بس فعلا فعلا منى شوي شوي عم تزيد ثقتها بالناس. انت ليش ما اضطرت تتحمل كل هذا؟ لاني بحبها، وبعدين هي بتحبني، يعني انا بحياته ما حدا حبني مثل ما هي حبتني. حزير من شفت اليوم مين؟ مطر. جاي تأجر البيت وراجع على لندن، يعني قعدت لها شي شهر زمان. وين شفتها؟ وين بدي اشوفها يعني؟ دقت علي الباب بدها نفك مشان تورس باب الخزانة، ضيعة مفتاحها من زمان. جاي على بالك نظبط شي صدفة تشوفها؟ لا مطر؟ لا لا مستحيل. يعني أنا و أنا ومطر قصتنا خلصت من زمان. لا مستحيل، شو هالحكي هذا؟ لا. لا تحكي ولا كلمة، ها؟ ولا كلمة. ألو؟ يا حبيبي؟ إيه يا عمري، أنا بالإذاعة. إيه؟ إيه؟ وأنا كمان اشتقت لك. إيه؟ شو بك لك سامي؟ كأنك زعلان. لا لا مالي زعلان. امبارح سرت حتى سمعتك بالراديو، عجبتني والله. بالله عجبتك، سمعتني يعني؟ إيه والله سمعتك. ليك المرة الجاية حط لنا محمد عبد الوهاب وكارم محمود. أمانة عليك يا ليل طول. بشرفك سامي، قول هاي هدية من عبد السلام لأولاده وبناته أستراليا وبالكويت. تكرم عيونك، المرة الجاية من سمعك اللي بدك إياه. إذا بدك في فيلم شباب إمرأة، هذا حضرناه أنا والمرحومة أم الأولاد لما كنا خاطبين، بس لا ما حضرناه. بطولة شكري سرحان وشادية، وتحية كاريوكا شفاعات. يا ابيض والاسود صلى ديك الايام.